عليكم، شو اخباركم؟ خلينا نتكلم عن الماكروت. شوفوا الماكروت هذه عشبه الله سبحانه وتعالى خلقها. شنو تسوي؟ تكيف الجسم. يعني شلون تكيفه؟ يعني اي هرمون صاعد تنزله، اي هرمون نازل تصعده، ومضاد اكسده للشوارد الحره. شنو يعني شوارد الحره؟ عندنا احنا مخلفات من الخلايا، هذه المخلفات اذا زادت راح تعطل الخليه، راح تتعب الجسم، راح تنتفخ الغدد اللمفاويه. الماكروت شو تسوي؟ ينظف. ولكن الماكروت فيها ميزه، فيها ميزه ان تركز على الهرمونات اكثر. ولكن شنو من فوائدها الثانيه؟ ان تعطينا قوه وتعطينا مزاج حلو. الماكروت فيه ثلاث الوان، في الاسود هذا افضل شيء، وفي الاحمر وفي الاصفر. طبعا اردى انواعه الاصفر. بس ولكن وين السر؟ السر ان انت لما بتاخذ مكمل ماكروت لازم تكون من شركة فيها طرف ثالث. يعني شنو؟ يعني شركة نظيفة